طب روحي والله. ما فيش ناس عايزه تديني، انت سعانه والنبي. انا سعانه. مرت ساعات واحنا منتظرين حد يرحم البنت حتى بكلمه، وللاسف ناس كتير كانت بتتفرج بس. مش لاقيه مامتها باباها وسعانه. انتي مش عارفه تليفونهم طيب؟ لا مش عارفه، كانت واقفه هنا معايا بس هي قالت لي هروح اجيب حاجه وسعيده مش لاقياها. استنيها بقى هنا اقعد لحد ما تيجي حاجه. استنى من الساعة، قالت لي انزلي استنيني في 10 دقايق وهي بقى لها كتير ما جتش. مش عايزة ايه طيب؟ انا شفت في البيت ولا حاجة. طب انتي تعرفي رقمها؟ لا. شكرا. الرحمة أفعال. طب ممكن بس السكارف بتاعتك أو أي حاجة؟ مش عايزة، مش سكارف ماسكة فيها والله. أنت معلش. طب اوفي جوه، اوفي استني يا عيني. طب ممكن البس اي حاجه. بس ده مش عايز غيره والله. هتيجي امتى مامتك دي؟ مش عارفه يا بقالها كتير فوق هنا. قالت لي 5 دقايق وانزل. معاكي جاكيت او اي حاجه غير سقعانه؟ طب انت خدي الكوفيه دي. الرحمة ما فيهاش تردد ولا تفكير، بتطلع من جوه القلب. طب ممكن تستني معايا شوية عشان انا سقعانة؟ طب انتي قلبي، طب الدنيا برد عليكي يا حبيبتي. والله خدي كلمتي.